الحمد لله على السلامة يا عمي. استغفر الله يا بنتي. ده حقك عليها يا ابوي، ده انت حماها برضك. وزي ابوي بالظبط. الولادك يا مناع. ايوه. سهى يا حبيبي. يا حسان. حسان. على اسمك. عزي ولد ولد الولد. كيفك يا حسان؟ ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. توفيق. توفيق. على اسم جده الثاني. على اسم جده. وجده ابوك حلو كده؟ نص نص. انتي نسمة صح؟ صح. وحضرتك مدام؟ مدام؟ مدام. عجبتني مدام دي. يكرم اصلك. والله قمر قمر. عمي يعرف انك مدام؟ لا. امال فين حماتي؟ تبقاش راسك ناشفه يا وجيهتك، سلم على المرات ولدك وعيالك. اهجتها. اهلا يا حماتي. خطوه عزيزه يا اختي. ريحتك حلوه. وجيهتك حسان الصغير. تعالوا يا عيال تعالوا، انا ستكم وام ابوكم الشحط دي. الله يكرمك يا امه، هزكتيني قدام عيالي. واضربك كمان ولا هتكبر على امك. وانا اقدر برضك. الف مبروك يا عروسه، دي هديه بس بسيطه مش قيمتك. ان شاء الله يخليكي، مراتك حلوه والله يا مناع. ما تخافيش، ملهاش دعوه بالشبكه، شبكتك انا جبتها خلاص زي ما قال عريسك، ومش هسلمها له الا لما اقبض ثمنها. حبيبي يا اخويا فهمني. جيب السبع ما يخلاش يا مناع. اما انا استاذن عشان نلحق مكتب الصحه نعمل الشهاده بتاعت نسمه. ايه؟ وانا ليه؟ هتطلعوا لي ورق؟ احنا هنصورك ونقطع صورك على طلب، وبعدين نشهد عليها انا وعمر، وبعدها الدكتوره على طول مش هيديك اقل من 48 سنه. اتفضل. يا سيدنا الشيخ، حصلت البركه. تفضل. جبتوا شهاده التسليم؟ جبناها وكله تمام. تفضل. تكتب الكتاب فين ان شاء الله؟ في المستشفى يا مولانا. ايه؟ عشان العريس ما يكحش معانا. لما تاجي عندنا في النادي هوكلك كل الوكل اللي كنت بعمله لابوك. انا مش جعان لسه. واكل في المطعم مامو. لا، واكل ستك غير واكل المطعم. جي الظاهر مناع ولدي كان مخبي عندنا حاجات كتير. طب انتوا ليه ما سالتوش عليه السنين دي كلها؟ عايش ازاي؟ بس لما مناع يا بنت تتجوز الواد حسين ده الخالق الناطق، انا نورتينا يا بنتي. ربنا يخليك يا عمي، بصراحة انتوا عيلة جميلة وتشرف. مش لاقي سبب واحد لمناع ان ينكركم من البداية ويقول ان الطار قضى عليكم. اتفضل يا مولانا. الله مناع، وقفت ليه؟ عايزين اتنين يشهدوا على القسيمة، ولا الناس اللي عندنا ما ينفعوش؟ اطلع وانا هشوف الدكتور علاء. اتفضل يا مولانا. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، ازيك يا مناع بيه؟ ايه مالك؟ حضرة الضابط قال لك حاجة تقلقك؟ لا ابدا، ده كان بيسأل عن واحد قريبه هنا. خير؟ انا شايف في مأذون داخل. ما هو ده اللي انا جاي لك عشانه. انا عايز حضرتك تشرفنا يعني وتشهد على جواز اختي وتشوف لنا حد تاني معاك. اوي اوي دكتور ايمن، عارف حكايتكم وعارف ان اهلك ما عندهمش بطايق، اجيبه يشهد معانا. بقول لك ايه يا دكتور، انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. تقصد ايه بصراحه؟ بصراحه يعني بصراحه، هو حضره الضابط كان بيسال على حاجه عني. اصلا انا اعرف وزيل، واعرف انه بيشتغل مع حضره الضابط احمد سعيد، صح ولا لا؟ ولا حاجه. كان بيتاكد الحاج حسان ابوك ولا لا؟ اسيبك انا اروح اجيب دكتور ايمن. الشاهد الثاني يمضي. حط ايدك في يده. لا، يدك في يد ابو العروسه، هو الخير والبركه برضك. طبعا يا سيدنا الشيخ. اتفضل يا مولانا اتفضل. حد فينا منديل ابيض؟ منديل ابيض. خدنا سيدنا على الشمس. على كل حال الحال يغني عن السؤال.
اتفضل يا ساعة البيت. السلام عليكم يا باشا. اديني جيت اهو زي ما وعدت، وجبت معايا القبيله كلها عشان يسلموا عليك مدام نورهان مرتي. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ولادك دول يا منع بيه؟ ايوه يا بيه، حسان وتوفيق. وكنت برضه في زياره المريض اللي قابلتك عنده المره اللي فاتت. الحمد لله بيتحسن. احنا مش عايزين نعطل سعادتك، بس منع اصر نزور حضرتك قبل ما نرجع سوهاج. وعدني بالزياره وراجل الحر بيوفوا بعضه. طب اتفضلوا اقعدوا اشربوا حاجه. معلش نتاخر، كمان العيال اتخنقوا، احنا جينا بس عشان ندي التمام. مع السلامة. مع السلامة يا باشا. منع بيه دقيقة واحدة. طيب اسبقينا العربية يا مظهر. يلا يا توفيق. مع عمك مع عمك. عمر يا باشا. المريض اللي كنت عنده مش اسمه حسان برضو؟ ايوه يا باشا. ويبقى ابوي. ماني عارف. وكنت بزوره ومتابع حالته. والله يا باشا انا ما عارف اقول ايه. انا عشت السنين دي كلها مجبور ان انكر وجودهم. الحكومة مش معترفة بيه، ولا لهم شهادة ميلاد ولا بطايق. اللي ينكر نفسه يبقى اكيد ليه مصلحة ان الحكومة ما تعرفش عنه حاجة، او يكون فاكر انه يقدر يلعب بعيد عن القانون. يا احمد بيه، احنا ناس طيبين وعايشين على سجيتنا، ونفسنا نعيش في النور زي بقية خلق الله، لكن هنعملوا ايه؟ هذه الله ودي حكمته. بقينا عاملين زي الواقفين في الاوفسايد، لا مركز قابلنا ولا محافظة. منتظر منك زيارة تانية نتكلم في الموضوع ده. حصل مرتك وعيالك. يا منع بيه يا رجل الأعمال المهم اللي هيمثل الشعب. شاكرين يا باشا. مع السلامة. مرحبا يا معلم مناع. انت مين ويا الطبانجة دي؟ مجنون اياك. مش هنتحاسبوا هنا قدام الناس. اطلع. وانا مش هطلع من هنا غير لما اعرف انت مين. او تقصد ايه بمعلم مناع دي؟ هتستعبط ولا ايه؟ ماشي، هستعبط انا كمان وافرخ فيك الطبانجة دي. انت عايز ايه؟ انت اهبل ياض؟ لك حق ما تعرفنيش، لكن انا اعرفك بنفسي. انا الطيب ابن المعلم نمر الطيب، ملك تجار المخدرات في جنة. حصلنا الرعب والتهديد يا سيدي، لكن أنا مالي. مالك كيف؟ إذا كان أبويا اقتص 10 سنين سجن بسببك، وتجار مصر شهدوا عليه إن كان بيبيع لهم مخدرات بالزور، ولما استفسرنا عرفنا إن كان فيه تاجر تاني بيقلد أبويا ويبيع لهم باسمه. لا إله إلا الله، وأنا مالي بالخربطة دي. التاجر ده يبقى أنت يا مناع بيه. يعني أبويا اتسجن ظلم بسببك، وأنا لا يمكن أفوت طارة. اتشاهد على روحك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أنا العمر شفت أبوك ولا أعرف حاجة عن تجار المخدرات من أساسه. مش همك كلي. اعمل لك إيه إذا كان مخك متربس ما عايز تصدق. أنا لا أعرف حاجة عن المخدرات ولا عمري شفت تجار مخدرات من أساسه. تحلف على كده؟ وانت شتكون انت عشان أحلف يمين الله قدامك. يمين بالله لو ما نزلت من العربية دي زي ما ركبتها لاخدك اسلمك المدريه، اوديك ورا الشمس انت واهلك. فاهم ولا فاهمك؟ تمام يا احمد باشا. اهلا يا معلم. طيب عملت ايه مع مناع؟ كل ردود افعاله كانت طبيعيه كرجل اعمال، وواضح انه ما يعرفش اي حاجه عن المعلم نمر الطيب، لدرجه انه هددني بعرفته بسعادتك وانه ممكن يبلغ عني. واحد بذكائه ده لا يمكن يعترف بسهولة. اسمع، استمر في حصاره وسيبه يبلغ عنك المرة الجاية. هو ليه سيادتك متأكد انه تاجر مخدرات؟ اي فلوس كتير ملهاش مصدر تخلينا نشك فيه، واذا كان هو قدر يخدع اسرة محترمة ويتجوز بنتهم، فاحنا مهمتنا ان احنا نحطه تحت ضغط لحد ما نكشف سره. في مشاريع كتير للمنظمة في نجع الجبل مش ممكن هتتنازل عنها، وعشان كده العقد اللي معاكوا ده هيبقى له قيمه كبيره بعدين. على كلامك كده يا بروفيسور ان احنا ممكن نرجع نجع تاني. حد يسيب بيته ويبقى عاقل؟ بيته ايه وعاقل ايه يا بروفيسور؟ صدقني احنا لو رحنا هناك تاني هنتقتل. مفيش حد قدنا بيصبر لغايه ما يوصل للاهداف بتاعته. المهم ما نغفلش ابدا عن الاهداف.
طبعا يا بروفيسور انا هنفذ كل اللي تأمرني بيه، بس هحملك المسؤوليه لو اي حاجه حصلت. المهم انت ومستر سيف تاخدوا 3 اشهر اجازه، وبعد الثلاث اشهر دي هترجعوا للبيت، انا اللي هدخلكم ومناع مش هيقدر يمنعك، وده وعد من عندي انا. وانا واثق في وعودك يا بروفيسور. اسمح لنا بقى نسافر للدكتور فريمان في اسوان عشان نستمتع ونستجم شويه. ثانك يو بروفيسور. مع السلامه. باي باي. ثانكس بروفيسور. جلسه سعيده. باي باي. هلو رودي، ايه الاخبار اللي عندك؟ شفت الدكتور نبيل في مركز البحوث؟ وسلمت له الطلب والعينات والحاجات اللي انا اديتها لك؟ كويس قوي. سيب الباقي عليا بقى، انا عندي ناس هم اللي هيجيبوا لي الموافقات والتصاريح. لا مفيش داعي تقعد في القاهره، تعال انت هنا اهو، وهم هيتصلوا بيا لما هيخلصوا.